السلام عليكم. نكمل ان شاء الله اخر جزئيه في شابتر 6. كنا تكلمنا عن المالتيبلكسر والدي مالتيبلكسر اخر حاجه، وبعدين وقفنا عند اللي هي الباريتي جنريتور اور تريكرز. اخذنا احنا قبل هيك الباريتي بيت صح، واتفقنا انه في الباريتي بيت في كان عندي اود اللي هي ترقيم البتات مثلا بالشكل هذا على سبيل المثال، مهم يعني A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 تمام. نفترض انه لو كانوا هم كلهم 6 او 7، في بت 8 للتشيك باريتي اوكي، او بت 7 للتشيك باريتي حسب طول البتات. واتفقنا انه في عندنا ايفن وفي عندنا اود. فلو انا هذا الرقم 101001 بالشكل هذا، هذا رقم بدنا نعمل له تشيك باريتي بالايفن مثلا، ايش حنحط؟ اي 1 2 3 4 صح، بدنا نحط ايش؟ 0. فيكون عندنا الايفن باري او اللي هي الباريتي بيت حيكون 0. طب لو بدنا نعمل اود تلقائي يعني صارت الشغله اوكي. فهذا نفس الاسلوب استعملوه في السيركت اللي راح يعملوا فيها تشيك باريتي او يعملوا جنريت للباريتي. بمعنى اما حيتخزن الرقم بالشكل مثلا بالايفن حيكون هنا زيرو، وبعدين نروح نفحص هذه داتا مخزنه، بعدين نستعملها مره ثانيه عشان نفحص هل الباريتي هذا صح ولا لا، او صار في تغيير على الرقم اللي وصل ولا لا تمام. الشغله الثانيه اللي بدنا نشوفها كمان انه انا اذا كنت بشتغل ايفن فالاود لحاله تلقائي بيطلع عكسها، واضح؟ طيب كيف بنعرف او كيف ممكن افحص اذا هذا ايفن او اود؟ انت ايش سويتي؟ عديناهم. انا شكلا عديناهم. طيب لما كان كيف ممكن اعرف اكس اور؟ اكس اور لانه احنا جمعنا، لما بدك تجمع 1 + 1 = 2 فعليا انت عديتي، بس هو فعليا احنا جمعنا، واضح؟ 1 2 3 4. ولو جمعتيها بالاكس اور الاربعة تمام، لو جمعناها طبعا احنا عملية الجمع الفول ادر او الهالف ادر كنا اكس اور نشتغل صح ولا لا؟ لو اجيتي قلتي له 1 و1 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 ايش نتيجهم هدول بالاكس اور؟ حيطلع زيرو، والكري ما بدناش اياه، هاي الفائدة من الاكس اور صح؟ فانا لو كان عددهم زوجي دائرة الاكس اور لما اجي انا هنا شوفوا مفهومها ايش راح يصير، لما استخدمها في هذا المنطق حتعطيني 0. فلما تعطيني 0 بعرف انه النمبر اللي جاييني او البتات اللي جاياني ايفن، نمبر اوف وانز فيها ايش مالهم؟ ايفن. طيب لو انا جاييني هيك اشي 1 0 1 0 مثلا 1 ودخليهم على الاكس اور ايش بيعطينا؟ في الاكس اور اذا 1 0 والثاني 1 فالجواب بده يطلع ايش؟ 1 صح ولا لا؟ وانت فعليا لو جمعتيهم 1 + 1 + 1 = 3 اللي هي 1 وباليد 1، طبعا حيروح اللي باليد. يبقى انا دائره الاكس اور هان حنستفيد منها في التشيك باريتي او في الجنريت، اني اولد الباريتي بت هذا اشوف ايش حيكون قيمته اصلا، واضح؟ فاذا كان عدنا فهي فاضيه. لو اجى عدهم او جمعهم عن طريق الاكس اور ولقى عددهم زوجي على طول الاكس اور ايش حتولد؟ 0. فحيصير الباريتي بت تبعنا ايش هذا؟ 0. يبقى انا بشتغل ايفن. طب لو بدي اشتغل اود تلقائي بالعكس حيكون ماخذين مخرج ثاني، يعني هذا لو انا بشتغل ايفن المخرج راح يروح تمام. طب مخرج ايوه بالضبط، ما هو عكسه. يبقى المخرج الثاني تاع الاود ايش حيكون؟ نفي الايفن، نفي اللي طلع من الايفن. فهيك انت بتصير تقدري تشتغلي او النظام او السيستم بصير بيقدر يشتغل اما ياخذ ايفن يعتمد يعني الايفن باريتي، او يعتمد على ايش؟ على الاود باريتي جنريتد باي ديفولت حتصير الشغله خلاص. طيب نيجي نشوف المفهوم. حيجي هاي بيحكي لي انه الباريتي is an error detection، انا بستخدمها عشان افحص الخطا اللي موجود في الباريتي في النمبر سيستم اللي انا جاييني هذا
detection method in order to check. طبعا هي وظيفتها ايش هاد؟ to check for or to generate. يعني انا هستخدمها اما لعملية الفحص او لانشاء او توليد الباريتي بت. The proper parity in ايش؟ in a given code. A basic principle can be used. ايش المفهوم الاساسي اللي ممكن نشتغل عليه هاد؟ انه اذا كان السم discarding carries. طبعا بغض النظر عن الكاري. بدنا نشبع بس بدنا نحذف الكاري. Of an even number. اذا جمعتي اي وحدات كان عددهم even ايش حيطلع السميشن تبعهم؟ زيرو بغض النظر عن الكاري. واضح؟ ولو اجيت عملتي summation ل odd numbers of one واضح؟ حيطلع summation تبعهم دائما واحد. فهيك حتعرفي هل هو even او odd. فلو طلعت لك السيركت راح نشتغلها زيرو معناها even. اذا طلعت واحد معناها ايش؟ odd. واضح؟ طيب كيف بنشتغلها؟ طبعا بهذا الشكل زي ما احنا قلنا لكم عن طريق اللي هي الاكس اور. طبعا هان ايش عمل لي؟ انه انا ممكن اعمل تشيك لتوبت. توبت هدولا داخلين. لو انت دخلت يوم واحد وواحد حيطلع السميشن او الاكس اور تبعهم زيرو. لو قلت زيرو وان او زيرو زيرو لانه ما فيش وان اصلا فيها او كانت وان واحدة حيطلع الجواب اصلا قديش؟ واحد. طبعا في الزيرو زيرو ايش حيطلع الجواب؟ زيرو. معناها برضو عدد الوانز ما فيش وانز عندي. واضح؟ ما فيش عندنا وانز فحيكونوا باعتبارهم ايفن. طيب وهان لو انا اجيت اشتغلت على اربع بت. طبعا مش بغض النظر اخذت كل تنتين مع بعض او اخذتهم الاربع كلهم في دائره واحده مش مشكله. يعني في الاخر حيطلع السميشن عندي اللي هو بشكل ايفن او زيرو او وان. حتندل من خلالها على even or odd. طيب راحوا عند السيركت سموها 74LS280. هذا السيركت can be used to generate a parity bit or to check the parity bit as an incoming data stream for even or odd parity. طبعا هذه ايش مالها؟ بتشتغل streaming. ايش يعني streaming؟ يعني مش برل بضل الداتا بت بت هيك جايه سيريال. تمام سيريال ماشي. طيب ايش الفكره فيها؟ انه انا هان حيدخل عندي النمبر اوف بيتس. ماشي حيدخل عندي ايش؟ النمبر اوف بيتس. طبعا هان قديش في عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مداخل. 9 ايش؟ مداخل. طبعا احنا ممكن نعتمد 1 بايت اللي هي 8. طب التاسع ايش نعمل فيه؟ على الارض. ارضي بنخليه. تمام. طب لو انا بدي اربعة الباقيين ايش نسوي فيهم؟ على الارضي. واضح. طب لو انا بدي 16 ايوه حتضطري تاخدي واحد كأني بدي نجاوب ديك على مين؟ الدائرة الاخرى وهكذا. خلاص. طيب هل انت بحسب عدد البتات راح تشتغل عليهم هذا ايش بتعطيني؟ تو اوتبوت. بس انا هاخد واحد يعني هاخد اوتبوت واحد. يا اما هاخد الايفن يا اما هاخد مين؟ الاود. طبعا لو انت كنت بتشتغل على اساس الايفن السيركت يعني جمعها انها تروح اصلا للايفن فالاود طالع النفي تبع. ولو كنت شبكاها على الاود النفي برضو تبع الاود حيكون طالع لمين؟ للايفن. واضح؟ بهذا الشكل. فهذه دائره ايش؟ اللي هي الباريتي تشيكر بسموها او الباريتي جنريتور. ايش بيحكي لي في هذه الدائره؟ بقول لي التشيكر عملية التشيك ايش يعني؟ اني بس بدي افحص. ايش نفحص؟ جايينا مثلا نفترض هذا الرقم احنا ولدناه وعرفنا بالايفن باريتي انه هذا لازم يكون زيرو. ماشي؟ طيب هذا اتخزن الرقم واجينا في مرة من المرات اجانا رقم زي داتا ست هيك اجاني نفس الرقم هذا بس ايش اجا؟ بهذا الشكل. اجى الباريتي بت مثل ما هو وكل الارقام اجت انتقلت معانا بهذا الشكل. هاي واحد نفترض ايش صار عندي؟ هاي صفر واحد 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 صفر واحد. تمام؟ نفسه. بس انا هان ايش بدي اسوي؟ اجاني كداتا ست، اجاني داتا انبوت يعني كله كامل مع الباريتي.
مع ايش؟ مع البركه بيت. هذا بدي اروح اعمل له فحص، عرفتوا ايش يعني تشيكر؟ بدنا نفحصه، مش بدي اولد انا البركه بيت، بدنا نفحصه. فايش حيصير يعمل؟ حيصير يقارن بت بت هانا مع الرو هاي، مع الداتا هاي، واضح؟ فحيجي ايش يسوي؟ حيلاقي انه هادي وهادي زي بعض، اوكي؟ وهادي وهادي زي بعض، وهادي زي بعض، وهادي زي بعض، ماشي؟ هان صار في اختلاف مش زيها. شوفوا كيف بده يعرف اذا في ايرور ولا فيش ايرور. تمام، هان ايش؟ في تشابه، هان في تشابه، وهان في تشابه. بس انا لو اجيت بدي اشوف قديش البريتي بيت لازم تكون، افحصها البريتي بيت، حتجيك المفروض ايش؟ 1 2 3 4 5، المفروض هذا تكون 1، المفروض هذا ايش؟ على حسب الرقم اللي هان 1، بس انا البريتي بيت جاييني ثابت ما تغيرش، لانه مولد توليد. فلما اجى انتقل، انتقل بعض هذا ما تغيرش، هذا ضل ثابت، تغيرت بعض البتات اللي موجوده هان، فهذا حياكد لك انه في خطا صار في داخل البيانات هاي عند ارسالها. واضح؟ عند ايش؟ ارسال. ما انتوا بتعرفوا السيركت مرات بتبقى منفيه ومرات بتبقى مثبته، فممكن خلال مروره في دائره من الدوائر انقلب البت، ماشي؟ لكن البريتي بت هيضله ثابت مش حيتغير، فحيعرف من خلال البريتي بت هاد انه في ايرور. هاي التشيكر انه في ايرور وين؟ صار في داخل هذا النمبر. طبعا فمن خلال عملية المقارنة بيقدر يعرف يعني مقارنة هذا البت مع هذا مع هذا النمبر، بيقدر يعرف وين مكان التغيير صار، وممكن يصلح الخطأ ويغير لك بدل ما هي هذه 1 تكون ايش المفروض؟ 0. واضحة الفكرة؟ طيب فهنيجي نشوف هن ايش بيحكي لي. التشيكر بقول لي ذا 74LS280 هذه كان تيست كودز، تفحص الكود اللي جاييها with up to 9 bits، يعني معها لغاية قديش؟ 9 bits يعني. The even output will normally be high، غالبا الايفن بتبقى هاي، اوكي؟ if the data lines have even parity، إذا كان even، إذا هو يعني نفترض تطلع السميشن 0، صح؟ عرف إنها even. إذا أنا بشتغل even حتكون الايفن true، ماشي؟ وإذا أنا بشتغل odd فحتكون الodd هي اللي true، واضح؟ فإذا أنا حشتغل على نظام الهاي، if the data lines have even parity otherwise it will be low. likewise the odd output will normally be high if the data lines have odd parity، ماشي؟ طيب otherwise it will be low. يعني ايش الفكره في عمليه التشيكر؟ هلا احنا لما نعمل جنريت، لما نعمل جنريت حيولد يا صفر يا 1، اوكي؟ وحيولده من خلال السميشن. لكن التشيكر ايش بدها تسوي؟ اذا انت السيستم تبعك بيشتغل ايفن، هو ما بينفعش يشتغل اثنين مع بعض، نظامين مع بعض، حيختار يا ايفن يا اود. فاذا بشتغل ايفن حيكون الايفن انه انا ايش؟ ترو، انه انا بدي اشتغل ايفن، افحص لي الايفن باريتي، بشتغل بطريقه الايفن باريتي. ايش يعني الايفن باريتي؟ معناه عدد الوحدات بده يكون زوجي، والتشيك والباريتي بت بتكون حسب عدد الايفن نمبرز اوف وانز الموجوده في داخل الباريتي بت. فاذا كانوا زوجي بده تكون صفر، فردي بدك تطلع ايش؟ 1، صح ولا لا؟ فإذا بشتغل ايفن معناه عدد الوحدات بدهم يكون كله في كل النمبر زوجي، واضح؟ هي فكرة ال1 وال0 اللي موجودة هان. لكن إذا أنا بشتغل اود حيصير العكس، معناه أنا بقوله بدي اشتغل اود حتطلع لي التشيكر هانا 1 عند مين؟ عند الاود. يبقى لما بدي يجي يفحص النمبر اوف بيتس هاد اللي موجودة هان، طبعا احنا المفروض هيها، لو جينا جمعناهم 1 2 3 4 5 حتطلع لي 1، صح ولا لا؟ كله على بعضه المفروض يعطيكي 1، ويكون متوافق مع مين؟ الاود باريتي اللي انت بتشتغلي عليه على النظام. لكن اذا انا بدي اشتغل ايفن، لما اجي اجمع هدول الوحدات كلياتهم، نفترضها، شوفوا كيف؟ كان لتشيك 1،
وجيتي جمعتيهم 1 2 3 4 5 المفروض قد ايش يكون الايفن باريتي؟ زيرو زيرو صح ولا لا؟ بس حيطلع لك هنا لا 1 فحيصير في ايرور، حيصير في عندي ايش؟ ايرور. حسب الوحدات بس حسب النظام كلياته، عرفتي كيف؟ لا 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 هنا بس عملية تشيك، هنا مش جنريت. لما يكون جنريت احنا بنودي له البت هو لحاله بيجمع الارقام اللي قبل وبيحط الصفر او 1، تمام؟ هاي فكرتها. لكن في التشيك بده ياخذ الرقم كلياته وعلى حسب النظام كيف بده يعرف انا بدي افحص ايفن ولا اود؟ حسب وين انت بدك 1، مين الاكتف يعني. اذا كان الاكتف هو الايفن فلازم يطلع عدد الوحدات صفر، مجموعهم يطلع زيرو، ماشي؟ لكن اذا طلع اذا انا بدي اود لازم يطلع مجموع الوحدات 1، فهمتوا كيف؟ هاي فكرة في التشيكر. واضحة هذه الجملة؟ يعني مش أنا بدي أولر، هذا بيختلف الموضوع. أي زيرو؟ لا هذا إحنا لما إجينا عملنا جنريت هنا لا حيتقارن مع البت بت بت بت، بس هو إيش الفكرة يعني؟ حيروح يعمل سميشن، وانا مش بقارن بت بت يعني، واضح؟ حيجي يعمل سميشن في عملية التشيكر، حيجمع هدول، يعني طلعي المفروض انا هان 1 2 3 4 5 صح؟ مع اللي هان طلعوا 5، فالمفروض هذا ايش يطلع؟ يطلع يطلع لي المجموع 1، فبيجي بفحص هذه مع هاي بلاقي انه في اختلاف، بلاقي انه ايش؟ في اختلاف، يبقى في ايرور. ليش؟ لانه انا بشتغل ايفن، انا فعلت الايفن، فعلت هناك عملت تشيك الايفن باريتي. فلما اقول له بدي اشتغل ايفن المفروض هذا ما يطلع 1، يطلع 0 على النمبر اللي احنا دخلناه يعني، واضح؟ طيب واضحه معي؟ هاي 1 2 3 4 5 انا بعمل تشيك الباريتي موجود، مش بدي احط باريتي. بفرق لما بدي احط باريتي بدي احط 1، واضح؟ بس انا هيك جاييني الرقم، باجي بفحصه على اساس انه انا عملت له جنريت عن طريق الايفن، واضح؟ فايش بده يجي يعمل؟ بيجي بفحص هذا الرقم اللي جاي 1 2 3 4 5 المفروض يطلع 1، طلع 1 معانا واحنا بنفحص، ماشي؟ فيجي يقارن الواحد مع الصفر بقول انه في ايرور، بقدر يقول لك انه ايش ساعتها؟ في ايرور ديتكشن في هذا النمبر اللي جاييني، لانه انا طالبه انه يشتغل ايفن بس اللي اعطاني اياه عكس ايش؟ اللي جاي فيه. واضح؟ واذا انا قلت له اشتغل لي اود مش ايفن حنفعل هناك الاود، حتصير هي الترو. فحيجي مثلا لو بدي اشتغل اود، تعالي افحصي لي هذا الرقم. خلاص؟ طيب 1 2 3 4 5 5 لما نيجي نجمعهم ايش بده يصير؟ 5 يبقى حتكون 0 صح؟ على الاود باريتي. يبقى في عندنا خطا ولا ما عندنا خطا؟ 5 ففيش مش حيكون عندي مشاكل في السميشن، تمام؟ فلانه انا بدي احافظ على انه عدد الوحدات يضل فردي، بقدرش احط 1 ها، فهمتوا كيف؟ فانا لو انا بدي اشتغل حتصير هذه، طبعا احنا قلناها في الجنريت بتصير بالعكس، لو انا بدي اشتغل الاود طبعا انا جمعت سميشن هتكون هنا بالزوجه 1 على الاود بدها تصير معكوسه اللي هي الكومبلمنت تبعتها بدها تصير 0، واضح؟ فلما اشتغل انا اود باجي بجمع 1 2 3 4 5 حلاقي فعلا انه انا التشيك باريتي تبعتي 0، حافظت على انه يضل النمبرز اوف 1 ايش مالهم اود، وبعد بقولكش انه في خطا. وضحت الفكره كيف التشيكر؟ فهذه مجرد تفعيل انه انا عشان يعرف افحص نظام ايفن انه فعلا مطبق الايفن، تمام، ولا مطبق اود، حسب انت فعلا كيف انت دخلتي السيستم تبعك او النمبر اوف بيتس اللي انت موجودين عندك. طيب نيجي نشوف هان. لا في ايرور بس حيعرف انه في خطا في هذا الرقم، فبقول لك في احيانا بتجيكي رسائل تنبيه، رسائل في الذاكره بصير
عشان يصلح الخطأ. عرفتي كيف؟ ما هو هذه بالذات زي ما قلت لك، أنا ممكن يدخل من ساكت لساكت، يكون منفي يكون مثبت، تقلب الدائرة مثلاً. آه، فهان بيقدر يحدد وين مثلاً مكان البت ولحاله بغيره عشان يكمل العملية، وإلا لو ضلوا على الرقم الغلط من غير ما يفحص النظام كله بصير خطأ، بت على بت غلط، كله بيتراكم على بعضه بصير. ماشي؟ طيب الجنريتور كيف بتشتغل الجنريتور؟ بقول لي تو جنريت ايفن باريتي. ها شوفوا هاي جنريت، لقيت البت جاييني فاضي اصلا. ايفن باريتي، ذا باريتي بت از تيكن فروم ذا اود باريتي. شوفوا كيف بده يسوي؟ بده اذا انا بدي اولد ايفن باريتي او بدي اشتغل بنظام الايفن، بده ياخذ قيمته من مين؟ من الاود باريتي. تمام؟ من الايش؟ من الاود باريتي، taken from odd parity output او to generate odd parity. اذا انت بدك تولدي odd بتاخذي قيمته من مين؟ من الايفن باريتي output. ماشي؟ بصير ايش العمليه؟ بس بالعكس. طب تعالوا نشوف هذا المثال. او قبل هذا، اوكي، نفترض انه هاي الداتا انبوت وهاي في عنا المخرج تبع الايفن ومخرج تبع الاود. وقتاش حيعطيني ترو عند الايفن؟ وقتاش راح يعطيني ترو عند الاود؟ تمام؟ بمعنى انه الرقم اللي انا راح ادخله، اذا انا دخلت له الاعداد الزوجيه 0 2 4 6 8 اوكي؟ هذول الارقام حيعطيك عند الايفن هاي. فهذا بيعرف لك انه هذا ايفن. ماشي؟ بيعطيك انه ايش؟ ايفن. لكن وحيعطيك في نفس الوقت عند الاود لو. هذه ايش بتسوي؟ الباريتي تشيكر او الباريتي جنريتور، تمام؟ ايش بده يسوي؟ هلا نفترض انا دخلت له اثنين، كيف بدي ادخل الاثنين؟ 0 1 0 0 0 على حسب ايش بدك كم بت. تمام؟ الباقي اوسطه في الارض لانه مش حسب كم بت هو بده، يعني اذا بدك 8 بت بدك 2 بت، انت الباقي حكينا فيها. اه 1 2 3 هاي 4 5 6 7 نفترض. هذا بدنا اياه ايش؟ للجنريت. للتشيك باريتي. اخر بت بده يكون للجنريت. اول شيء للتشيك بت. خلاص؟ بحسب. هلا نفترض هذا ما في. ما في فاضي. بس بدنا نحط له قيمة. كيف بدي يعرف هذول ايفن ولا اود بالاول؟ بدنا ندخل على دائرة الاكس اور. تمام؟ جمعيهم، ايش بيطلع معنا الجواب؟ بيطلع واحد. صح؟ فهنا الاكس اور طلعت واحد. فلما طلعت واحد ماشي، اود لوين؟ حتيجي على شوفوا، استني بس، شوفوا كيف صار. هنا قال لي واحد. صح؟ الاكس اور. طالما قال لي واحد يبقى اتعرف على انه هذا النمبر ايفن. عرفتوا كيف؟ اتعرف على انه هذا الرقم ايفن فطلع لي واحد. ولما اجي بدي اولد، خذوا الكلام بالكم من الكلام، الجنريتور ايش حكى لي؟ قال لما بدك تيجي طب ايش احط هان؟ قيمة الاود. قيمة ايش؟ الاود. واضح؟ طب قيمة الاود ايش راح تبقى؟ صفر. حتصير هنا زيرو. فحتاخدي هذه القيمة وتحطيها في ايه؟ في هاي. الحين هذا لما يطلع واحد بتكون ايفن ولا اود؟ بتكون اود. فبالتالي بنوصلها بالاود، والقيمة اللي في الايفن بنحطها في الباريتي. بتوصليها في الاود. طيب الحين طلع اود. فقيمة الايفن هي اللي بتنحط في الباريتي. انه هيك ما صارش شيء، مش لما يطلع واحد بيكون اود. فضل فردة هيك. استني شوية. هاي هنا حسب الحكي هاد. حيكون السميشن تبعها هاي، نتيجة السميشن هاي. العدد كقيمته في الديسيمال؟ كقيمة ديسيمال 2 4 6 8 تمام؟ كنمبر اوف ديسيمال انا دخلتهم كانه ايش؟ بيتس. اتعرفت على انه 2 اوكي؟ لقيت لي 2 هذه ايفن ولا اود؟ ايفن. ماشي؟ فهذه بما انها ايفن المفروض انه هاي. ماشي؟ بيشتغل ايش؟ انه هاي او الايفن السميشن تبعت الايفن حتكون قيمتها هاي.
صح؟ summation تاعتها even. طب لو انا جربت اربعة، جربي الاربعة نفس الشيء حيطلع واحد، حيطلع لانه في عندنا اصفار ووحدات، مزبوط؟ طيب لو انا اجيت مثلا بدي احط الواحد واحد صفر صفر واحد، بس وين بدي احط الاود؟ الاوتبوت تبعها مين؟ خليكوا شوية، خليكوا شوي، خليكوا معايا شوي، ها واحدة واحدة. خلينا انا وين هادي بلاش هاد، هل ايه تخليها واحد، هاي صفر وهاي واحد، الواحد المفروض ايش ماله؟ قد، فحروح اوصله بالقد، حيطلع تروح عند القد. فهمتوا ايش الفكرة هان؟ يعني كأني ايش بدي اسوي؟ شفتوا كيف الديكودر؟ كيف عملنا ديكودر؟ هروح امسك انا واحد، الواحد حوصله مع القد، تمام؟ او بمعنى اخر خليني اعمل لكم مجموعة ارقام عشان توضح الفكرة. اي زيرو، خليهم على اربع بتات بس عشان يعني ما تكونش كتير كبيرة، تمام؟ فانا نفترض بدي هذا ايش المفروض يعطيني 16 نمبر، صح؟ 16 نمبر يعني عندك. طبعا هو عامل الارقام اللي هو بالبي سي دي، ارقام البي سي دي 0 1 2 لحد 9 معطيني اياها، اوكي؟ طيب فالمفروض انه انا هذه من 0 ل 9، ماشي؟ طيب هل لقيت عندي لو انا الواحد او الزيرو، الزيرو المفروض اجي امشي امسكهم هدول هيك مع بعض، بهذه الطريقة، والناتج هذه لمين؟ للزيرو، خلاص؟ المفروض ايفن، يعطيني ترو، خلاص؟ طيب، وعندما يكون مثلا هاي البتات، بدي اخذ اشكل الواحد، الواحد من وين بده يجي؟ نفترض استنى شوي، هاي دخلت انا واحد صفر واحد صفر، هذه قديش؟ خمسة، خمسة. لما اجي اعمل خمسة قديش السميشن تبعها او ال... حيطلع زيرو، صح؟ ليش زيرو؟ واحد وصفر وواحد وصفر، واحد بطلع واحد، كله حيطلع واحد. مش زيرو وان هلقيتها في الاكس اور، زيرو وان ايش بطلع؟ واحد. ولما يكون في تطابق زيرو زيرو واحد 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 ايش بطلع؟ زيرو، مظبوط؟ طب انا هذول عندك اكثر من، هاي خذي هذول لحال، هذا ايش حتعطيكي؟ واحد، وهذا حتعطيكي واحد، اجمعيهم مع بعض بيطلع واحد. واحد صح بيطلع زيرو. اوكي؟ طيب ماشي. طيب اوكي، استنوا شوي. خليكي معاي دقيقة بس عشان نوصل الفكرة مظبوطة. طيب هاي هاي هيك بالشكل هاد، ايش راح يطلع معانا هان؟ واحد، وها حيطلع واحد، وهادي هيك بيطلع ايش؟ زيرو، ماشي؟ طيب زيرو هذا ايش بيعطاني؟ هذا خمسة. طيب يعني ايش المفروض يطلع؟ قد انا راح اخلي المخرج تبعه يروح على مين؟ على القد هاد، خلاص حيطلع على السميشن قد، بس بديش اياه يطلع صفر، بديش اتعرف على انه لازم يطلع عشان يقول لي قد ولا لا، لازم يكون هاي. ما هو يا مس لما هادي صح تكون تكون في التشيك، لانه لو حطيت ما هي تشيك، انا بعمل تشيك. الحين هادي اللي بدنا نحطها حيكون جنريت ولا تشيك؟ لا هادي لما يجي بيعمل تشيك، هاي نمبر اوف انبوتس ذات از هاي. ما هي نفسها بتعمل جنريت ونفسها بتعمل تشيك. هي لو كامل التشيك حتى موجود قيمة البارت، وبالتالي حيطلع صح قيمة الاود، لكن في الـ في الجنريت حنشوف قيمة العدد صح، لأنه حنحطه لما نحط العدد قيمة البارت حيطلع صح واحد وزيرو. مرة ثانية، هل ايه هان ايش بدنا نسوي؟ هادي وين بدي اوصلها؟ هادي صح هيك اود. اوكي على الاود، بس انا ايش حتطلع قيمة الاود هان؟ حتطلع زيرو. فهمتي كيف؟ بتوصلي تاعت الايفن بتحطيها في قيمة البارتي صح؟
الحيل تبعت الايفن الواحد مش بتحطي عكسها في الايفن، الحيل الواحد حتنحط مكان البارتي، وبالتالي اذا بدنا نتاكد بصير واحد واحد، حيصير بعدها واحد بعد الزيرو. لحظه 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 لحظه، خليكي معايا شوي، لحظه خليكي معايا شويه بس عشان ما تخربطيهاش، ركزي شويه شويه. تمام، هلقيت هذا المفروض انا بدي اتعرف عليه ايفن ولا اود، مجرد انه ايفن ولا اود. تمام، اجينا جمعناهم مع بعض كي قديش طلع لي زيرو، بس انا بعرف انه هذا ناتج لما اجينا جمعنا قلنا اذا كان عدد الوحدات زوجي صح عددهم زوجي بيطلع السميشن صفر، اذا كان عددهم فردي بيطلع السميشن واحد. فهمت كيف؟ صح ولا لا؟ مظبوط، خليكي معي. طيب انا لقيت المفروض اذا انا بدي اياه يشتغل او انا اقول له انه هذا الرقم اصلا اود، هو فردي كديسيمال، هو اصلا فردي معاي، فالمفروض انه اخليه يكون عند الاود واحد. تشيك هلا بدي اعمل تشيك، اخر بيت مش حباخذه لسه، ما عملتش اخر بيت انا. طب هيك انت ما لا، هذا نمبر انا من اربع بيت لسه، لو بدي بدي اخذ. طب حطي اخر واحد. طب هاي بدنا نحط اخر واحد فاضي لسه، احنا ما عملنا جنريت، ما عملنا تشيك قبل ما تعمل جنريت. اذا كان فوق حيكون جنريت. طيب ماشي خليها جنريت. اوكي كم بدي انشئها؟ كيف اولدها؟ حكيت لك انه هاي هذا العدد طلع 1 2 3 4 5. طيب الحين الخمسة طلعت زيرو، فهي احنا حنشوف قيمة العدد اصلا في الباينري هو 5، فيبقى اود، فاود فحناخذ تبعت الايفن اللي هي العكس حنحطها في الجنري في القيمة، وبالتالي اذا بدنا نتاكد في قيمة التشيك حنشوف اذا عدد الوحدات ساعتها فردي حيطلع صح الجواب، هي لما بدنا نشوف عدد الوحدات في التشيك في حناخذ قيمة الاود في الجنريت. حطي هان، مش هو حكى اذا بدي اشتغل ايفن، اذا بدي اشتغل ايفن هادي اود، فهو حكى انه في الاود حناخذ قيمة الايفن ونحطها في الجنريت. تمام، حناخذ قيمة اذا انا بدي اشتغل ايفن، اذا بدي اعمل جنريت من ايفن باريتي. تمام، بدي اشتغل هذا ايش؟ ايفن باريتي. اذا ما هو انا ايش بحكي لك انا هان؟ انا بقول لك اذا انت حتشتغلي ايفن لتشيك، بقول لك هل انت حتشتغلي ايفن ولا بدك تشتغلي اود. خلاص، اذا انا اللي بدي اشتغل ايفن في الجنريت معناه قال لي باخذ قيمه الاود اللي طلعت وبحطها في الباريتي، صح ولا لا؟ واللي بدي اشتغل عليه بدي احط له واحد. شو اللي بيشتغل عليه؟ بدي اشبك عليه مثلا، ايوه بالضبط، بدك تحطيه واحد. عرفتي كيف؟ فانا هذا المفروض يكون ايفن، ماشي يكون ايفن. طالما انا قلت له بدي اياها ايفن، فانا لما بدي بعمل سميشن ايش الفكره؟ هذا جمعناه صح، ايش طلع مجموعه؟ زيرو. الزيرو هاي على اساس انا شابكه هذا على انه اود، شابكه على انه ايش؟ اود. بس الاود تبعك اللي بتاخدي هذا الرقم وبتحطيه وين؟ اذا انت بدك تشتغلي ايفن بتاخدي قيمه الاود وبتحطيها في المين؟ في الجنريتور، فحط صفر هان بطلع صح ولا لا؟ كنت تشتغلي ايفن. الحين هذه قيمتها 5. طيب هنا 5، الخمسة حتطلع في الايفن لو في الايفن، هذول مش ايفن اصلا، هذول اود نمبر. طيب هو هذا العدد لو بدك تشوفيه حيطلع 5. خمسة، ما انا هاي اللي قاعدة بحكي فيها عشان اوريك ايش المشكلة. طيب انا قاعدة بحكي، خليكي معي شوي، انا افكر فيها كديسيمال شويه. طيب المفروض هذا، سيبك من التشيك باريتي، هذا ايش ماله؟ المفروض اود صح، المفروض انه ايش؟ اود نمبر. اذا هو اود نمبر المفروض انا اوصل السميشن هنا على انه اود معي، اوصله على انه ايش؟ اود، هو مش ايفن، هو مش ايفن، فحيكون قيمة الايفن هان ايش مالها؟ عكس قيمة الاود، فحتكون صفر. خلاص؟ طيب هل انت ايش بحكي لي لو انا اتعرفت على انه هذا اود نمبر،
طيب اعملي لي اياه بالايفن باريتي، اعملي لي اياه على انه ايفن باريتي. بقول لي خذي قيمه الاوت وحطيها هان، بصير عندك انت هيك اشتغلتي ايفن، او هيك بتشتغلي على انك نظام الايفن. اما اذا بدك تشتغليها اود، بدك تشتغليها اود، خذي قيمه الايفن اللي طلعت وحطيها هان، فحتصير هذا ايش؟ واحد. فهمتي كيف؟ هدول ما لهمش دخل، هدول بس هنا عمال ايش بيحكي لك؟ انه في السميشن لو انت جمعت 2 و4 و6 و8 ايش بيطلع؟ ايش بيطلع؟ هاي اجمعي الاثنين كمان مره، صفر واحد وصفر وصفر، اجمعيهم اكس اور، ايش بيطلع هان؟ واحد. وهاد شو بتطلع؟ صفر. اجمعيها كمان مره، ايش بيطلع؟ واحد. فانا السميشن تبعتهم هتكون مشبوكه على الايفن، عرفتي كيف؟ هتكون مشبوكه على مين؟ هاي هاي المفروض مش هان، مش تكونش نمبر اوف زيرو على واحد، لازم تكون هان على الواحد، مش هان، مش في هذا المكان. فهيكون السميشن تبعهم واحد، هاي السميشن للايفن، تمام؟ هذه في حالة مين؟ اي رقم زوجي اللي هم صفر، ايوه ايش اللي احنا قلنا؟ صفر واحد صفر صفر. فلو انا دخلتهم هيك حيكون السميشن تبعهم واحد، يبقى ايفن، ماشي. لكن لو انا اجى السميشن تبعهم حضطر اني كانه ارتب، شفتوا زيرو وان، النفي واثبات وحاجات زي هيك، كاني بعمل انكودر وديكودر، خلاص. طيب اوكي، هلقيت هذا المفروض السميشن تبعته واحد، خلاص. طيب لو انا قلت لك اعمليه بالايفن بارت، بدنا نعمل جنريت، هذا ايش قيمته؟ مش في هنا سميشن، سميشن اوت، وهذا لسه ما وردناهاش، اوكي؟ سميشن اوت حتكون عكس هذا، حتكون صفر. طب لو انا قلت لك اعملي لي بالجنريتور بدي ايفن، ايش بدنا نحط؟ بدنا نحط قيمة الاود، خلاص؟ نحط قيمة ايش؟ لو انا بدي اشتغلها، اوكي خليكي معي، بدي هو ايفن، بدنا نولده اود، باخذ قيمة الايفن من مين؟ باخذ قيمة الباريتي بت من الايش؟ من الاود، ماشي. باخذ قيمة الباريتي من مين؟ من الاود. فحتاخذي هذه الزيرو اذا انا بدي اياها ايش؟ بدي اياها اود. اما اذا بدي اياها ايفن باخذ قيمتها من الايفن، بالعكس. هيهم ها مره ثانيه، بقول في التشيكر the even output will be normally high if the data lines have even parity. تمام اوكي جنريت، هيكبر الجنريتور تو جنريت ايفن باريتي. لو انت بدك تشتغلي ايفن باريتي، the parity bit is taken from odd parity، تتاخذ من الاود باريتي، تمام؟ output او to generate odd parity the output is taken from mean even parity output، تتاخذ من الايفن بالعكس، ماشي. طيب هل انت لو فرضنا انا هذا اجيت قلت لك هذا النمبر بدي اجيبه، بدي اعمله ايفن، باخذ قيمة، بدي اعمل، بدي اعمل جنريت، ها مش معروف، بدنا نعمل جنريت، بدنا ناخذ قيمة مين؟ الاود، صح؟ بدنا ناخذ قيمة الاود، فبدي اروح احطها هان. طب هيك صح؟ ماشي؟ طب هيك صح؟ طلع اود. طيب هل ايش هذا ايش ماله؟ استنوا شوية to generate even parity. Parity bit is taken from the odd parity output. طيب لحظة شوي. The even output will normally be high if the data lines have even parity. اوكي طيب ماشي. لو افترضنا انه انا بشتغل even parity.
لو انا فرضت انه انا بشتغل ايفن باريتي، يعني هذا ايش راح يكون؟ واحد نفترض، اوكي هذا ايش؟ واحد. الواحد تبعي حيكون اذا انا بشتغل ايفن باريتي دائما السميشن او الايفن اوت بده يكون ايش ماله؟ هاي. واضح؟ ها الايفن اوتبوت بده يكون هاي، صح؟ طيب اذا انا بشتغل ايفن، طيب اذا انا بشتغل اود، اذا بدي اود باريتي المفروض هذا ايش يكون؟ اذا انا بشتغل اود هذه بده يكون الاود اوتبوت هو الهاي، مش هيك؟ الاود اوتبوت بده يكون هو الهاي والثاني بده يكون صفر، بيكون بالعكس. هذا اذا انا بدي اعمل تشيك، خلاص. طيب هل ايه الرقم بيجيني هان؟ الرقم هذا انا نفترض بشتغل ايفن او بس ايش احنا عاملينه، بدي اشتغل اود، بدي اشتغل اود، فهذا ايش حيصير؟ ايوه باخذ الجنريت تبعها من مين؟ من الايفن، خلاص. هيك ايش عملنا؟ تشيك. لازم تكون الباريتي بت قيمتها زي قيمة مين؟ الايفن الاوت، الايفن اوتبوت، خلاص. هذا اذا انا بدي اياها اود، انا بشتغل اود. احنا بنكتب المثال يعني. ايه هذا بالتشيك، هذا تشيك وجنريت مع بعض انا عملت لك. طيب مره ثانيه لا لا، هي اذا بدك تشتغليها جنريت هي متداخله مع بعض، بس انا بفصلهم هذه سيركت وهذه سيركت. هلا حوريكي مثال، ماشي؟ طيب مره ثانيه نفترض جيبوا لي رقم، ما احنا اشتغل الخمسه سته، طيب سته هي صفر واحد واحد صفر، وعندي انا بدي اشتغل هاي الباريتي بت، اوكي؟ طيب نيجي نعمل سميشن، طيب سيبيكي من هذا، تخليني بس اشوف. هان انا المفروض ايش بدي اشتغل؟ ايش بدكم تشتغلوا، ايفن ولا اود؟ ايفن. طيب اذا بدي اشتغل ايفن يبقى لازم الايفن، هعلم انا الايفن انه لازم يكون هاي، هاي السميشن ايفن، تمام. والاود السميشن اود بدها تكون زيرو. انا بدي اشتغل ايفن، فلقيت عشان يعمل جنريت مباشرة حسب الكلام اللي حكى لي الباريتي بت اللي بده يكون هان بده ياخده من الاود، فهحط صفر. طيب لما بدنا نقول اود هشيل هاي، هاي اود هنفعل الاود، هي اللي بتكون هاي، والايفن هي اللي بتكون زيرو. فلقيت لما بدي اعمل جنريت، تمام، يعني بالاول بنعمل تشيك نحدد ايش نوع العمليه، واضح؟ فهمتوا كيف؟ طيب بحط زيرو، هلقيت الباريتي بت ايش بده يطلع؟ متاخد، احنا مش مشتغلين اود، بدنا ناخده من الايفن، يبقى هذا بده يصير زيرو. ما هو اصلا ما هو ايش اصلا هو اصلا العدد زوجي، عرفتي كيف؟ هو اصلا العدد زوجي. فانا لو بدي، بس في عنا حكايه نفي واثبات احنا ممكن نعملها، ماشي؟ بس انا الفكره اود هان بدنا اياها اود باريتي، بالاود باريتي هاد بتكون هاي، خلاص. والايفن حيكون زيرو على طول. هلقيت قيمه اللي اذا عندنا جنريت، قيمه الجنريت بالاود باريتي ما حتتاخذ من مين؟ من الايفن، في التوليد حتتاخذ من الايفن، وهكذا بالعكس. لو كنا ايفن حيكون الايفن هو هاي، عشان هيك قال لك. شفت ايش اللي انا كنت احكي لكم اياه؟ عشان قال لك انه الصفر والواحد، عفوا الصفر والاثنين والاربعه اصلا
اصلا هم ايفن، هم ايفن، واضح؟ والواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة هم اصلا اود، فهمت ايش الفكرة؟ بس طيب استنوا شوية، طيب شوفوا هذا الابليكيشن، شوفوا هذا ايش بيعمل. في عندي داتا ترانزيشن سيستم وذ ايرو ديتكشن، بده ينقل بيانات مع فحص هاي البيانات. ايش راح سوي؟ طلعوا انا عندي تو تشيكر او تو، مش تشيكر، تو باريتي بت سيركت. وحده ايش بتعمل؟ بتشتغل ايفن، تمام؟ بتشتغل ايش مالها؟ ايفن. وبقول لي even parity generator، even parity generator، يبقى بدي ياخد الباريتي بت تبعها من مين؟ من الاود. واضحه هذا ايش حتعمل؟ هذا بتعمل جنريت، بتنشئ الباريتي بت هذا. طب بدي يفحص هل الرقم هذا صح ولا مش صح؟ في تشيكر، خلاص؟ في عندي تشيكر نفسها، نفس الدائره، تمام؟ ايش مالها هذه؟ even parity checker، even parity checker. فمش التنتين بيعملوا العمل في نفس الوقت، يعني واحده بتكون مخصصه للتشيكر وواحده بتكون مخصصه لمين؟ للجنريت، بس هي نفس الدائره. وضحت الفكره؟ هي نفس الدائره. هلا نفترض اجينا هان القيمه تبعتنا دخلناها، تعالوا هنا نمسكها واحدة. ما هو هذه كومباي، يعني كومباينيشن لوجيك، مش بس جنريتور، لانه الترانزيشن عن طريق المالتيبلكسر بدها تنتقل. يعني هو جاي له بيانات، طلع البيانات هذه تبعت اللي بده يفحصها ماخذها من داتا انبوت، ماخذها من داتا انبوت. نفترض الداتا انبوت اللي انا جاي، يعني 1 0 بحطها اود، اوكي؟ 1 0 صفر صفر، هي عندنا كم بت، وهي البت السابع للتشيك بده اياه يعني عشان يولد فيه القيمه بهذا الشكل، تمام؟ وعندنا سلكتور هنا. هلا انا ايش ماخذ مني؟ من نفس الكلام هذا اخذت انا الداتا انبوت هاي عشان اولد مين؟ البت اللي هو تبع الباريتي بت. طيب رحنا اخذناهم دخلناهم، بدي اشتغلها ايفن، بدي اشتغل ايفن. طالما انا بدي اشتغل ايفن يبقى الايفن حتكون هاي، صح؟ والاود حتكون لو، صح؟ فحروح اخذ ايش؟ القيمه اللي بتطلع هان واحطها للبت للبت اللي هو الثامن، او قديش هم؟ 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو الثامن، صحيح؟ فالمفروض يعطيني صفر، مش هي هاي؟ مش هي ايفن بتشتغل؟ بما انها ايفن معناها الايفن هاي والاود حيكون زيرو، خلاص؟ فحياخذ الصفر ويعطيها مين؟ لهذا النمبر. ما هو لقيته بده يشتغل يتاكد هل لقيت الرقم صح هيك ولا غلط. مش بالنهايه، اوكي، حسب، صحيح، حيطلع صفر، ماشي؟ هاي التشيك او هذا اللي ولده الجنريت، لا هذه ايفن بيشتغل، هو ايفن باريتي، هو عامل هاي، عامل هاي عند الايفن باريتي، يعني بده يشتغل نظام ايفن، تمام؟ فحياخذ قيمه الباريتي بت من مين؟ من الاود، معايا؟ طيب اخذها، اخذ قيمه الباريتي من مين؟ من الاود. طيب راح سوى، اخذ هاي، انشا البت السابع اللي هو هانا ودخله على مين؟ على المالتيبلكسر. طيب على المالتيبلكسر حسب السلكتور
حيصير ايش؟ ياخذ الايكويشن اللي بده يشتغلها حسب مين 1 و 0 والحاجات هاي. فالمفروض انه حياخذ اذا انا بدي هذه واحد، طبعا هي سيريال اوكي، المفروض حيطلع عندك ايش؟ تروح عند هذه المنطقه اللي هي دي 0 نفترض، فعند 0 و 0 و 0 صح؟ 0 و 0 و 0 عشان ياخذ مين؟ الدي 0. فهي هذه ايش مكانها؟ 0 0 و 0 تمام؟ عشان ياخذ هذه ايش؟ نفي، هذه تطلع بالاكتف لو، بطلع عندنا هنا هي المفروض ترو، هذا حتطلع ايش؟ 0 ماشي؟ طيب حياخذ هذا الاوتبوت كانبوت على ايش؟ دي مالتيبلكسر، على دي مالتيبلكسر. طيب هذا الاوتبوت واخذنا كمان نفس مين؟ 0 0 0 نفس السلكتور اللي احنا دخلنا عليهم تمام؟ واجينا هان اوكي، اجينا هان ايش؟ اللي هي 0 0 0 عشان ياخذها ويقول له وين يروح؟ على المخرج الاخير اللي هنا، او اللي هي 0 يعني ماشي، عشان اقول له روح على المخرج الاول. فهذه 0 0 0 وهذه قيمة اللي هي صفر، طبعا حتدخل على القلب وبترجع منفية فحيرجي يعطيك ايش؟ واحد. هنا طبعا هو حينقل بت 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 بت، فحتلاقي ايش؟ نقل هنا واحد، صفر صفر صفر، وصلت الفكرة؟ فحيروح ينقلهم الدات، شفت ايش الترانزيشن؟ انه انا بتنتقل من من مكان لمكان، فروح ينقل لي اياهم زي ما انا دخلناهم ماشي؟ طيب هلقيت نفترض انتقلت البيانات هيك، بدي يفحص البيانات اللي وصلت، هل دخلت مثل، هل وصلت مثل ما احنا مثلا دخلناها؟ عرفتوا كيف؟ هل وصلت مثل ما احنا دخلناها؟ فايش بروح بيسوي؟ بياخذ الاوتبوت وبيدخله على دائرة تشيكر، دخله على دائرة ايش؟ تشيكر. فبياخذ هان هاي الداتا انبوت، طبعا هو هذا واحد منهم موصوف الارض اوكي، هاي 1 2 3 4 5 6 7 هاي الثامن اللي اخده، وهذا هو الجنريتور يعني البارتي تشيكر، البارتي بت تشيكر. المفروض المفروض البارتي بت، وانا بشتغل ايفن، بشتغل ايفن ايش لازم يكون؟ هيا خدي منها ايفن، ايش حيطلع؟ هذا هذا ها هاي 1 0 0 0 0 بدي اشتغل ايفن، ايش المفروض يطلع؟ المفروض يطلع واحد. فهمتوا كيف؟ المفروض انه يطلع واحد. فحيجي يفحص هذول القيم على انه بيشتغل ايفن باريتي، طيب على ايفن باريتي. هاي شايفه ماخذ هالايتا من وين؟ الناتج انه انا باخذ ايفن باريتي، بروح يفحصهم مع بعض بيطلع معانا عند، لو اطلعتوا على الاخير اخر واحد اللي هي 1 1 1، لانه هذه الدائره مش هتطلع لك الترو الا في 1 1 1 اوكي، بيفحص التشيك باريتي اللي في الاخر. فهي عندك لو انا وصلت على اخر واحد 1 1 1 اوكي، واجينا اخذنا الباريتي بت اللي داخل معانا هاد دخلناه صفر اوكي، واصلا اجى دخل معانا صفر، مسكناهم اعمل اكس اور بين كل واحدة والتانية، ايش بصير عندك؟ هذا واحد والباقيين ايش؟ زيرو زيرو اكس اور، ايش بطلع؟ واحد، زيرو زيرو في الاكس اور بطلع عنا زيرو، عفوا بطلع عنا زيرو، وهذول زيرو وهذا زيرو وهذا زيرو صح؟ وجمعيهم كمان مرة 1 0 0 1 0 0 1 بطلع عندك واحد ماشي؟ بطلع عنا ايش؟ واحد. فبيجي هذا بيطلع ترو اوكي، بيجي خدي هان ترو وترو وترو وترو، بيطلع الان ترو، واذا اكتشف انه الان طلعت ترو فبيكتشف انه في ايرور. يعني هاي كل اوت نمبر عملته بالايفن هيطلع غلط؟ مش دائما، حسب حسب الرقم، يعني انت مثلا في الاعداد الفرديه الايفن حتطلع معها غلط، عرفتي كيف؟ والاود حتطلع معها بالايفن حيطلع معها غلط، فحيكتشف الرقم اذا في خطا ولا لا عن طريق انه بدخل بيعمل هو بيولد حسب النظام،
وهون ايش؟ بيعمل فحص ماشي؟ فهل على سبيل المثال وقتش رح يكتشف اذا في ايرور؟ يعني انا لاحظوا حتطلع ترو في حالة اللي هي اخر بت واحد 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 واحد. طيب لو انا مثلا عند الصفر واحد صفر واحد حيطلع الان زيرو، لانه احنا على السلكتور شغالين، واضح؟ فانا اختصرت يعني الموضوع ورحت لكم على اخر بت عشان اشوف بيطلع ترو. طب وقتش رح يطلع فولس؟ اذا طلع الايفن باريتي زيرو، اذا طلع الناتج صفر، اذا طلع المجموع زيرو. هاي قلتيها، كيف ايفن بده يطلع زيرو؟ المفروض انه ترو صح؟ ما هو اذا طلع ترو هان داخلين، ما هو ايش الدائره ماشيه بالمقلوب، ماخذ المفهوم العكسي، واضح؟ فهو اذا طلع نتيجه الاند ترو معناه في ايرور. وصلت الصوره؟ معناه عندنا ايش؟ ايرور. اذا طلع حدا صفر معناه ان الايفن اللي جايين ايفن، مظبوط؟ جايين ايفن، مش هيك؟ احنا بنفحص لما بنجمعهم مع بعض بيطلع مجموعهم صفر. فلو طلع مجموعهم صفر، تعالي داخلين على الدائره هاي على اخر رقم، ترو وترو وترو زيرو وفولس بيطلع فولس. فاذا طلع فولس معناه فيش ايرور، يعني انا ايفن ماشي ايفن. فهمتوا ايش الفكره؟ وصلت؟ هي شوية يعني، بس يعني بسطوها بتبسط وعقدوها بتتعقد، بس يعني فهمنا ايش انه كل وحدة لحالها. ما هذيك فيلد شيكر، فيلد شيكر لما بجمع انا اللي عملناه بالاول هيو عنه هان، يعني هذه ايش راح تسوي؟ حتجمعهم، واضح؟ فلما تيجي تجمعهم ناتج مجموعهم هدول اذا طلع واحد معناه اود مش ايفن. وصلت الصورة؟ اذا طلع مجموعهم صفر معناه ايفن. وصلت الفكرة؟ طيب فأنا ليش اجيتك على حيطلع في كل البتات لما بده يجي ينقل حسب السلكتور، لأنه حسب السلكتور كل البتات رح تيجي تطلع زيرو زيرو زيرو، بس هو كأنه شو بيفحص؟ آخر بت، آخر بت. فهمت ليش حطيتهم هنا على الأند؟ لأنه الأند مش حتطلع ترو أو مش حفحص الإيرور إلا في آخر البيت بت، هاي التشيكر، أنا بفحص بس البيت بت صح ولا لا؟ ماشي؟ فإذا أنا اخر بت لو واحد 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 وعند البت الاخير هذا المجموع اللي طلع منهم المفروض انه ينحط، يعني طلع مجموعهم واحد وانا بشتغل اصلا ايفن، انا قلت لهم اعملوا جنريت على انهم ايفن تمام، وطلعوا مجموعهم واحد يبقى انا ما طلعوا ايفن، طلعوا اود خلاص، فحيكتشف لي انه البارتي بت مش مظبوط، هيكتشف انه البارتي بت ايش ماله؟ مش مظبوطه. لكن لو طلع مجموعهم ايفن هيطلع زيرو، والزيرو هذه مش هتخلي الدائره تطلع ترو، وهيكتشف او يعني هيقول لك انه الناتج الباريتي بت تبعك ايش ماله؟ ترو. فهنا عندنا مثلا هي مثال على الويف فورم، انا ما كنتش متوقع نطول فيها يعني هالقد. طلعوا كيف؟ هي السلكتور، احنا معتمدين على السلكتور. طيب هاي السلكتور هذه ايش راح تاخذ؟ 0 0 0 بدها تاخذ الدي 0 تمام. الدي 0 هاي الايرور طبعا حيطلع صفر، لانه انا ماخذ قيمه هنا اند، انا عامله اند بيناتهم صح ولا لا حسب الدائره؟ فالسلكتور عندنا 0 وهنا ماخذ الداتا 0 اللي طلعت، ماشي؟ الداتا 0 اللي طلعت طبعا صفر فولس، ففيش ايرور، ماشي؟ هاي الفكره، ما فيش ايرور. وهنا عند الواحد صفر كله حيطلع، طالما في زيرو عندي حيطلع فولس، فانا الوحيده هاي البارتي بت اللي هو البت السابع هذا. بهذه الحاله لو نفترضها عديهم هنا شوفوا كيف صارت، هاي واحد اثنين ثلاثه اربعه، نفترض هاي هيك الداتا الاصليه اربعه، المفروض انه البارتي بت يكون زيرو، ماشي؟ فلو كان زيرو هاي في حاله حتى السلكتور الاخير اللي هو واحد واحد واحد، وهي صار البيت بت قيمته طلعت قيمة السميشن طلعت صفر، لقيتا هو فعلا بيشتغل ايفن، يعني هذه الداتا الصح، هذه الداتا صحيحة، بعمل سميشن على وين هذه طلع، باخذ من التشيكر من اللي كانت الدائرة الأخيرة، فالدائرة الأخيرة ايش بتسوي؟ بتجمع بتشوفهم ايفن ولا اود،
ماشي، بس بتشو نقول لك ايفن ولا اود الرقم؟ صح صح. لا بس ما فيش ايه، ما فيش ايرور، فهمتي كيف؟ الايرور بيطلع بعرف انه ايرور اذا كانت نتيجه الدائره الاخيره ترو، عرفتي كيف؟ نتيجه الدائره الاخيره ايش مالها؟ ترو. طيب تعالوا هان، اجانا لعنا داتا ثانيه، الداتا الثانيه انتقلت هي هيك هيك شكلها خلاص، هذا هيك منظرها اللي انتقلت فيه. هنيجي نجمعها، لو انت فعليا رحت جمعتيهم هاي 1 2 3 4 5 وانا بشتغل ايفن، الباريتي بتقش جاي زيرو، لازم يكون 1، يبقى في غلط في هذا الرقم. الغلط مش في الباريتي بت، الغلط لما بيكتشفوا الباريتي بت انه النمبر هذا جاي خطا منقول بطريقه خاطئه، تمام؟ فيجي تعالي هيجي يفحص هدول، مش هيكتشف انه في اي مشكله، فيش ايرور عندي. فهو فعليا انا كل الدائره عشان تفحص الباريتي بت، فالباريتي بت 1 1 1 وطلع عندي كان في الاوتبوت هذا ايش راح يعطيكي؟ لما اجينا عملنا جمعناهم، طبعا هاي الداتا اللي راحت اوكي، دخلناها على الدائره الاخيره، هذا قديش دخلنا؟ 1 0 1 0 1 1 1 تمام، ودخلناها على اخر دائره كانت هان عندنا في الطرف، فايش المفروض يطلع الجواب؟ اجمعيهم 1 2 3 4 5 مجموعهم حيطلع 1 صح؟ مجموعهم حيطلع 1. فاخذنا هذا الناتج وشبكناه مع الاند اذا فاكرين صح؟ مع هدول، هاي الفكره يعني. انا ما بطلعها، بطلع انه كيف تنفيذها كانت على الدائره. اخذنا هذا الرقم وطلعنا جواب اجى هانا ترو، والاند تبعتك على السلكتور 1 1 1 وهذه 1، فايش راح يقول لي؟ انه في ايرور هان، بس الايرور مش في الباريتي بت، الايرور مش الباريتي بت، تمام؟ انا بشتغل ايفن، الايرور نحن استخدمنا ايفن والرقم اود، والرقم انتقل غلط. يعني انتوا فاهمين ايش فكره الايفن؟ انا عشان اتاكد انه الرقم زي هيك تصريح انه هذا صحيح ماشي بشكل صحيح، فانا من البدايه حولده، لو انا بدي اولده بولده بالشكل هذا، بجمع وبحط الايفن باريتي وبحط الاود باريتي وخلص. بس لما بدي اجي اقوله انا بدي افحص عمليه، اجاني الرقم انتقل بطريقه خاطئه، انا هذا ثابت واضح، بشتغل ايفن وانتقل على انه هنا صفر، بفهم صفر يبقى المفروض عدد الوحدات يكون ايش مانه؟ ايفن. طب اجا عشان يتاكد هل الرقم هذا صح ولا لا، تمام؟ يعني هدول كلياتهم على حسب الدائره وجد مش مهمين عندي، فبروح لما يجي يفحص يجمع لي اياهم كلياتهم مع بعض، فحيطلع لي المجموع تبع هاي الارقام 1، فحيفهم منهم ايش هدول، مش انهم ايفن، المفروض احنا قلنا اذا طلع مجموعهم 1 بكونوا اود صح؟ فهيجي يطلع للجواب 1 1 1 1 حيطلع لك ايرور ترو، المفروض ما يطلع ترو لو كانوا صحيحين، يبقى في خطا في احد البتات، في خطا في احد البتات. لو احنا قارناه مع هاد على انه هاي هي الاصل اوكي، قارناه معاها حيكتشف انه البت اللي هو دي 5 هو اللي تم تغييره، فالباريتي بت مش هي اللي غلط، عرفتوا كيف؟ الباريتي بت مش هي اللي غلط، لكن هي اللي من خلالها انا هعرف هل الرقم هذا انه مشتغل ايفن. ايش يعني مشتغل ايفن؟ يعني بده يكون من البدايه بقول لك ترو عند الايفن، ماشي؟ بقول لك ايش؟ بشتغل على نظام الايفن، هاي الفكره واضح؟ طيب هنا عندنا اللي هي التعريفات اللي في اخر الشابتر، فول ادر كاسكيدنج والريبل كاري واللوك اهيد كاري والديكودا والانكودا والمالتبليكسر. المره الجايه ان شاء الله هنحكي عن اللاتش. طيب يعطيكم العافيه.